أولا أنا سعيد أن ألقي هذه المقابلة مع قناة السي إن إن، وأحب أن أوضع المشاهدين في الصورة عن الأوضاع في اليمن. طبعا اليمن هي بلد من بلدان العالم الثالث، نشعر على أساس أنه طبعا انتم تعرفون ان اليمن كان شطرين، وانه تم توحيد الشطرين في عام 1990، وانه كان في الجنوب حزب شمولي وفي الشمال حزب شمولي، في الجنوب الحزب اللي في الجنوب كان يتبنى الاشتراكية والماركسية عكس ما هو في الشمال، مع التطور الذي طرأ في مع نهاية الثمانينات وبدأ انكسار الاتحاد السوفيتي، توحد اليمن، وتوحد اليمن بنظريتين، كل نظرية تختلف عن الأخرى. الجميع لا يؤمنوا بالديمقراطية، الجميع متعودين أنهم هم يحكمون، ما فيش أحزاب، ما فيش ديمقراطية. توحدوا، كتبوا دستور جديد. هذا الدستور الجديد طرحت فيه التعددية السياسية، و طرحت فيه حقوق الإنسان، الديمقراطية، حرية الصحافة، منظمات المجتمع المدني، كل هذه الأشياء اللي انطرحت في الدستور تعتبر جديدة على الشطرين، وتطبيقها صعب. التطبيق في نظامين مختلفين، الشعب يعني لا زال متخلف، قبلية وحكومة، والقفز على الديمقراطية بدون تجربة. ولهذا السبب جرت انتخابات في عام 93، لأنه الطرفين مش متعود على التبادل السلمي للسلطة، رفض الحزب الاشتراكي نتائج الانتخابات واتت حرب 94، عندما قام الحزب بعملية انفصال، تنكر للوحدة وتنكر لاتفاقية الوحدة وتنكر للدستور. وبعد هذا قامت حرب 94 وفشل الانفصال. بعد فشل الانفصال بدأنا على أساس أننا ندرس ونثبت النهج الديمقراطي الجديد، ندرس ونثبت النهج الديمقراطي الجديد حتى يفهمه الشعب.
وتعاون معنا المعهد الديمقراطي الأمريكي والاتحاد الأوروبي، وبدأت يعني منظمات المجتمع المدني تنشأ. الآن عندنا تقريبا حوالي 7000 منظمة مجتمع مدني الموجودة في اليمن. هذه الأشياء تسير ولكن بصعوبة. بعد انتخابات 93 جرت بعدين انتخابات رئاسية مرتين، ودرت انتخابات برلمانية، وجرت انتخابات حكم محلي مرتين. بعد هذه الانتخابات التي جرت، انتخابات رئاسية، انتخابات برلمانية، انتخابات حكم محلي، كل هذه الانتخابات التي جرت بدأت الناس تفهم، وبدأت تفهم التبادل السلمي للسلطة. يعني عندنا يعني ما يقارب 30 حزب موجود في البلد، لكن يوجد منها تقريبا 5 أحزاب الممثلة في البرلمان. بقية الأحزاب ما حصلت نتائج تدخل البرلمان، والدولة تصرف على هذه الأحزاب، تصرف عليها من أجل كيف ندرس الديمقراطية ونثبت الديمقراطية في البلد. وبعد الانتخابات الرئاسية عام 2006 وجدت خلاف بين الحزب الحاكم والأحزاب المنطوية معه وأحزاب المشترك يسمى. هذا الحين الحزب الحاكم وتتبع له تقريبا 15 حزب أخرى صغيرة، وأحزاب اللقاء المشترك منها 6 أحزاب متحدة، سموهم الأحزاب اللقاء المشترك. فطلع خلاف بيننا، وحاولنا من عام 2007 بحوار بيننا وبين هذه الأحزاب، ووصلنا في عام 2009 على أساس أن نؤجل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين على أساس أنها تجري في 27 أبريل 2011، ولكن مع الأسف ما جرى لأسباب كثيرة. في كانت حرب معنا في شمال الشمال في محافظة صعدة، وعندنا كانت مشاكل في المحافظات الجنوبية تسمى يعني بالحراك الجنوبي. ولهذه الأسباب ما مشت شيء الانتخابات، والخلاف الدائر بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللغة المشترك. أتت الأحداث الأخيرة في التغييرات التي حدثت في تونس ومصر، بدأت الأحزاب أن تمشي مع هذا التيار، ووقفوا الحوار معنا، عرفوا أسلوب جديد لتغيير نظام الحكم. نحن كنا نبحث معهم دائما أننا عندنا حلول، ولا يجب أن نقفز على الواقع.
the reality. حتى وصلت الأمور situation reached limits. إلى الاعتصامات. Where it was to protest. اعتصامات يعملها الحزب الحاكم واعتصامات تعملها أحزاب المعارضة. Protest the government do and the opposition do as well. وكل واحد يظهر قوته في الساحة. And both sides show his power in the streets. مع الأسف. Unfortunately. التركيبة القبلية. The tribal. الواقع الثقافي. The reality of Fortune Yemen. شعب مسلح. People are armed. يختلف عن مصر وعن تونس. It's different from where Egypt and Tunisia. صحيح هم يقولون احنا معتصمين. Yes, they say that they are protesters. واحنا اعتصامنا سلمي. And their protests are peaceful. بس الأسلحة بجانبهم مطروحة. But the weapons are next to them hiding. احتياط. For their backup. كل الأطراف. All sides. حتى أنها وصلت الأمور إلى تفجير الموقف. The situation reached where the escalation took place. وقتال. And fighting. وهذا الذي كنا نحذر منه. أن واقعنا لم يوصل بعد إلى واقع الديمقراطية إلى واقع المدنية. ونعرف أن الشعب كله مسلح. وأنه ربما تؤدي إلى كارثة. ومع الأسف وصلت إلى ما حدث في مسجد الرئاسة آخر لحظة في رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والحكومة. Mr. Vice President, you've seen President Saleh, you've seen his injuries. How bad are they? سيد نائب الرئيس، أنت رأيت الرئيس بعد العملية، كيف الجروح التي عليه؟ أنا رأيته بعد الحادث مباشرة. الحادث هو كان حروق في الوجه، حروق في اليدات، بعض الحروق في الصدر، وفي يعني عود من الخشب دخل هنا بين الأضلاع وتم إخراجه. و تم نقله إلى هنا إلى المستشفى، وأنا جيت وزرته وشفت رئيس مجلس الشورى وبقية الجرحى من الحكومة، واتصلت إلى السعودية على أساس يرسلوا لنا طائرة إنقاذ طبية، طائرة إسعاف طبية. ميديكال ايركرافت. ووصلت الى هنا ونقلنا رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الشورى ونواب رئيس الوزراء الى السعوديه. الرئيس ما راحش معهم، وطلبت من السعوديه وصول اطباء لمعالجة الرئيس. وصلوا الأطباء إلى صنعاء، وفي اليوم الثاني تقابلوا مع الرئيس وشافوا صحته، وقالوا الأطباء هنا أنه لا توجد في اليمن إمكانية معالجة الحروق، وأنه يفضل أنه ينقل إلى الرياض. طلب منهم الرئيس مطلوب يعني أن يجونا يأتوا بمعدات طبية لمعالجة الحروق. قرروا الأطباء هذا لن يكون إلا في الرياض. وفي مساء اليوم الثاني وافق فخامة الرئيس بالذهاب إلى الرياض، وقد كانوا الأطباء على صح في قرارهم الذي اتخذوه، والآن يعني الحمد لله صحة الرئيس تحسنت كثير،
وتتحسن كل يوم أفضل. ونحن منتظرين أنه يلقي خطاب إلى الشعب من الرياض، يعني بيلقيه عبر التلفزيون، ونتمنى لها الشفاء العاجل والعودة إلى اليمن. All the indications are this was a well-planned inside job assassination attempt against the president. What are your investigations revealing? كل المؤشرات أشارت إلى أن العملية كانت من الداخل. التحقيقات التي أجريتموها ماذا أسفرت؟ أنا كانت معي مكالمة في كانت معي مكالمة مع جون برينن، معاون الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب. اتصلت به وطلبت منه فريق فني يأتي يعمل فحص على مكان الحادث، وعملنا طوق على مكان الحادث حتى يجوا متخصصين لفحص هذا الحادث. طبعا هو أرسل يعني فنيين وهم الآن يشتغلوا، وبكرة بيوصل 2 فنيين آخرين من الاف بي اي تابعين لهذا الفريق، وإلى الآن لم نستلم تغاريرهم. But what about your investigation, Yemen's investigation? The indications are this was an inside job. It was planned. This wasn't rockets. These were bombs inside the mosque. ولكن ماذا عن التحقيقات اليمنية على الجانب اليمني؟ التحقيق الذي أجراه الجانب اليمني، المؤشرات تشير إلى أن العملية كانت من الداخل وليس صاروخ قادم من الخارج. عملية من داخل. لا نقدر شيء نحكم بهذا، يعني ما نقدرش نحكم به بالضبط. هو انفجار داخل المسجد صحيح، ولكن عمد فكه في المسجد خارجية، أوجد فكه خارجية في المسجد. هل هذه الفكة دخل منها صاروخ، أو هذه الفكة هي رياكشن حق الانفجار؟ اللي فهمته من العسكريين الأمريكان أنه هذه مادة فوق جاس، وأن هذه المادة يعني هي متخصصة لرمي المباني، يعني هي تقتل البشر دون ما تكسر المبنى، ما تكسرش المبنى نهائيا، هي تعمل حروق في الجلد. What are you telling this UN investigation team? بالنسبة لفريق الأمم المتحدة الذي يقوم بإجراء التحقيقات حول مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان، هل سيقومون بتحقيقات فيما جرى في شهر مارس ومقتل العشرات من المتظاهرين في صنعاء، وأيضا فيما جرى في تعز ومقتل العشرات في شهر مايو الماضي؟ ماذا ستقولون لهذه اللجنة؟ أنا أمس تقابلت معهم وأعطيت توجيهات لكل أجهزة الدولة أن تتساعد معهم وتعطيهم كل الملفات وتعطيهم كل الألبومات، صور والأحداث كيف دارت، ويتم التعاون مع هذه المنظمة بكل شفافية. And is the army responsible for killing those protesters? هل الجيش مسؤول عن مقتل هؤلاء المتظاهرين؟ كل شيء في التحقيقات وموجود في الملفات، لكن يعني التفسير يعني للإنسان الذي يكون من خارج اليمن يفهم الوضع آخر. يعني احنا شعب مسلح، الجيش مسلح والشعب مسلح، هو يعني يبقى على القبيلة فقط الطائرة والدبابة، أما جميع السلاح الثقيل والمتوسط هو معها وتعرف كيف استخدامه. أنا عندما استلمت توجيهات من الرئيس بوقف أطلاق النار بعدما أصطاد، أعطيت توجيهات بوقف أطلاق النار. وحددت 4 نقاط رئيسية. And I focused on 4 main points.
أولا وقف أطلاق النار في العاصمة صنعاء وتعز. النقطة الثانية خروج القبائل المسلحة من المدن. في صنعاء وفي تعز. النقطة الثالثة فتح الطرق بين المحافظات. النقطة الرابعة فك الأشياء المؤثرة على المواطنين. وهي الغاز، الكهرباء، الوقود، وهي من محافظة واحدة هذه. واتفقنا معهم على هذه الأربع النقاط. وشكلنا لجنة من الطرفين. طبعا ثبتنا وقف اطلاق النار في العاصمة. ومن يوم السبت بيبدأ خروج القبائل المسلحة الذي دخلهم المؤتمر الشعبي العام والذي دخلتهم المعارضة. Yes. Well, let me ask you a very personal question. The president has lost the support of some of the most powerful, important, and influential tribes here. He's lost the support of some of his key generals who've taken their army divisions away from the army. How long do you think the president can survive and go on in power? He's lost huge and important support, political support, military support, tribal support. دعني أسألكم سؤالا شخصيا. لقد فقد الرئيس دعما سياسيا ودعما قبليا ودعما في الجيش، وذلك من خلال انشقاق القبائل وانشقاق جنرالات في الجيش الذين سحبوا معهم وحدات من الجيش، وأيضا سياسيين ومسؤولين. كم فترة تراها يستطيع فيها الرئيس أن يستمر في الحكم والسلطة بعد أن فقد كل هذا الدعم؟ هو ما فقد شيء، كل الدعم. هذا الكلام الذي تقوله المعارضة. لو كان هو فقد كل هذا لخلاص قدم استقالته وخرج، لكن لا زالت قواه موجودة. عندها الحزب حقه منه 3 مليون، حزب المؤتمر الشعبي العام. عنده الجيش. So you're saying the president still has legitimacy to carry on for what? How many more years? إذن أترون أن هناك شرعية للرئيس أن يستمر كم سنوات؟ هو يريد يعني انتخابات مبكرة. لكن كيف نحن الآن نبحث على آلية المبادرة التي قدمتها دول الخليج، آلية تنفيذها، لأنها حددت شهر تشكيل الحكومة، 60 يوم انتخاب رئيس. كل هذه مش يعني لا ملامس الواقع، غير واقعية. نحن الآن نبحث احنا والمعارضة ما هي الآلية التي ممكن نوصل إلى انتخابات مبكرة وينتخب الشعب من يريد. والرئيس علي عبد الله صالح لن يترشح ولن يرشح ابنه. So isn't what you're proposing a recipe for heightened tensions and for civil war across the country? هل ما تطرحونه أليس يعد بمثابة وصفة لزيادة التوتر ومقدمة لخوض حرب أهلية؟ أولا يعني أشرح لك أنه وصلنا جمال بن عمر ممثل مستشار الأمين العام للأمم المتحدة. That Jamal bin Umar, the envoy from the United Nations Secretary General, has come to
وأتى بمقترح جديد. أتى على أساس أنه تجتمع المعارضة والحزب الحاكم والشباب المعتصمين والمعارضة في الخارج على طاولة مستديرة. نطرح عليها كل القضايا اليمنية. ونرسم خارطة الطريق. ونصادق على هذه الاتفاقية. بعضها سيكون سريع وبعضها سيكون متوسط وبعضها سيكون طويل الأجل. ونصادق عليها وهذه تكون بحضور دول مجلس التعاون الخليجي الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي. Already some opposition politicians are saying they suspect this initiative will fail. What happens if it fails? What happens to Yemen? بعض شخصيات في المعارضة قد صرحوا مسبقا بأنهم يخشون أن تفشل هذه هذا المقترح أو هذه المبادرة. ماذا لو فشلت؟ هذه يعني عندما يعني بتستمر بهذه الإشراف بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية بإشراف دول مجلس التعاون الخليجي بإشراف الاتحاد الأوروبي بإشراف الأمين العام ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بعد ما ننجز هذه نوقع عليها يصدر بها قرار من الأمم المتحدة وتصبح ملزمة لجميع القوى السياسية في اليمن. So by the terms of this agreement you're outlining here, when would President Saleh step down as president? وبهذا الاتفاق أنتم تشيرون إلى متى سيتنحى الرئيس؟ هناك تحديد لمتى سيتنحى الرئيس وفقا لهذه الاتفاقية؟ هذه الاتفاقية هي بتجيب انتخاب رئيس. وبتجيب يعني انتخاب برلمان وحكم برلماني. وبتجيب منظومة للحكم في اليمن الذي لا يوجد في اليمن بعد هذا لا يوجد ظلم لأي جهة كانت. عندما يتم الانتخاب الرئيس الجديد. عندما نقره الآن نحن الآن يعني في حوار يمكن يبدأ الأسبوع القادم سيعود جمال بن عمر من الأمم المتحدة الأسبوع القادم. But that's the whole problem. Isn't it? Nobody can agree on this issue. They want the president to go now. ولكن هذه هي المشكلة بكاملها إنه لا أحد يستطيع أن يقر ذلك إنهم الجميع يريدون الرئيس أن يتنحى الآن. الرئيس هو مريض موجود في السعودية. The president is actually sick. He's in Saudi Arabia. But you said he's going to come back. ولكن قلت إنه سيعود. أنا قلت شو سيعود غريب هو مريض الآن. I said he is coming, but I didn't say that he's coming soon. But he's definitely coming back here as president. هل سيعود هنا كرئيس؟ نعم. حتى ينتخب رئيس جديد سيعود كرئيس. Unless or until
a new president is elected, he is coming back as a president. How long before he comes back in your estimation? يعني كم من فترة قبل أن يعود؟ No one can tell. This is according to the doctors. Days. هل أيام أسابيع؟ أيام أسابيع شهور. هذا يعني قرار الأطباء. Months. It could be months. يعني هل ربما أشهر؟ قرار الأطباء أنا أقول. Doctors. But you must have some idea. Your vice president here. The president is sick. Being treated by doctors, you must have. ولكن لابد أن يكون لديك فكرة لأنك أنت نائب رئيس الآن. أنا نائب رئيس وأنا مشي عمل الرئيس هنا. ما عنديش أي صعوبة. And also. وأنا بجري الحوار مع المعارضة. But with the greatest respect, sir, you must have some idea of when the president will be ready to travel. ولكن لابد أن يكون لكم فكرة متى سيكون الرئيس جاهز أن يعود أو متى سيعود. ما عنديش انا فكره بالضبط يعني على اساس انه يوم كذا يعود. I have no idea about the exact date when he is coming. ربما انتم الامريكان عارفين. The Americans. Maybe the Saudis know. ممكن السعوديين. But July, are we talking about July next month? هل نتكلم عن يوليو؟ انا اتكلم عن بعده. ما اقدرش انا اقول هذا. Maybe you like being vice president. تستمر نائب رئيس فتره اطول. أنا نائب رئيس وسأستمر حتى يعود الرئيس. I'm a vice president. I will continue. حتى يعود الرئيس. Until the president comes back. وسأجري حوار مع المعارضة. And I will hold dialogue with the opposition. وسأجري حوار مع المعتصمين الشباب. With the protesters, with the youths. وعندي صلاحيات رئيس الجمهورية بأن أجري حوار على أي مستويات. وممكن نوقع على أي اتفاقية نيابة عن الرئيس. Agreement on behalf of the president. Any agreement. Mr. Vice President, thank you very much indeed. شكرا. It was a great pleasure talking to you.